السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيم تمرد، وإن أكرمت الحمار نهق. هادو هما الحمير اللي كرمناهم وكينهقوا علينا دابا. هادو هما الحمير اللي عطيناهم قيمة في الوقت اللي حتى شي واحد ما عطاهم قيمة. هاجو نشوفوا هاد الفيديو اللي كيتثبت وكيبين القيمة اللي كنا عطينا للحمير قبل ما ينهقوا. دابا جوج هادو هما جوج حمير دابا، الحمير ولد عموره ولا ولد تعنقو ولا كينهقوا. الرئيس ديال الجزائر اللي ما عرفش يقول جمله مفيده، والرئيس ديال شبروا 10 الناس، ماشي مشكل. حنا مع شوف، حنا كنحترموا الشعب التونسي. علاش؟ لانه عارف اش واقع، لانه هو دائما كان مع الوحده الترابيه، لكن هذا الحمار هذا اللي جا هو اللي دار هذا المشكل. اجي نشوفوا هذه المقوله ديال اذا اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم تمرد، واذا اكرمت الحمار نهق. اجي نشوف اش هاد الشيء دابا. هنا الزياره الملكيه لتونس، وكيتجول في الشوارع عقب الهجمات الارهابيه اللي كانت ضد تونس، وكانت غادي تشتت السياحه ديالهم، كانت غادي تضرب السياحه الضيعه. وصاحب الجلاله نصره الله مشى لتما باش يدير لهم اشهار للسياحه، زعما راه ما كاين، ما تخافوا، راه كاين الامن والامان. شوف 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 واش شي رئيس فكر في هذا الشيء، شوف واش شي رئيس غادي يجي ويتسارى في الشوارع ديال المغرب يكون وقع شي مشكل في المغرب. تعرف الناس اللي قلبهم بيض، ماشي صحاب الهريسه والحزاق كما كنقول. ها انت هاو، مرحبا بك في تونس. جئت الى هنا لاعاينه. هنا المستشفى الميداني المغربي في عز جائحه كورونا، الناس مزيره، كل واحد كيشوف يصوفي غير الدوله ديالو. المغرب صافط مستشفى ميداني لتونس، لكن الحمير ما كيقرش فيهم الخير. كنهضر على الرئيس ما كنهضرش على الشعب، الشعب التونسي تحيه ليه. حنا واخا ديك العروبه انا ما بقاتش كتدخل ليها للراس، ناعري بان كتلقى فيهم المشكل. شوف دابا مستشفى ميداني في تونس، نسمعوا واش قال هذا المبرص هذا. شوف هذا المبرص اش كان كيقولها. ما يقوم به الاشقاء المغاربه، جاء عدد كبير منهم إلى هذا المكان بعد اختياره على أسس علمية. أتوجه بالشكر إلى أشقائنا. طبعا أشقائنا، أشقاء ما عرفتوش واش رئيس ولا معلق ديال، ما عرفتش واش رئيس ولا معلق ديال ناسيونال جيوغرافي. وما عرفت مالطيسي انتم هادو دابا. واش ما كاينش شي واحد مثقف في تونس؟ ما كاينش شي واحد مثقف في الجزائر؟ كنشوف الرؤساء ديالهم صاحبي راه شوها، هضر يشو هنا، جلس يشو هنا، بروتوكول يشو هنا، والو. واش ما كاينش شي واحد اللي غيقدر يشد الدول ديالكم ويكون واعي ومثقف؟ دابا هذا عبد المجيد هذا راه شوف غير مجهود الضحك بين ديك الماركة الكاسولة اللي كتكون في آخر القسم. شوف غير من وجوبين الطريقه ديال الهضره ديالو، التفكير ديالو، هذوك اللي من هوك هادو داروا لنا شي 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 مصطلحات. جيب واحد من الشارع ما نيفو عليه. هذا عاود شوف الطريقه اشقاؤنا، اشقاؤك انت كدير لهم المشاكل، اشقاؤك اللي جاو داروا لك اشهار ديال السياحه في الناس في الوقيته فاش كلشي هرب عليك، كلشي ادار لك ظهره، المغرب وقفات معك في عز الجائحة. المغرب مستشفى ميداني، داكشي كله نسيتيه، كله جايب دابا باغي تقرب للكراغيلة من أجل الغاز. أجل الغاز، الله يشعل فيك العافية به. أجل شركم ها فين استقبل هذا تا الربعة ديال اللحمة. واش تيقرا صورة زعما رئيس دولة ولا شنو؟ دابا هذا استقبال زعيم الجبهه الانفصاليه، واش تيق راسو هذا الربعه ديال اللحم. شوف هذه صور حصريه تفيد علينا من اذا انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمرد، واذا اكرمت الحمار نهق. هذه هي المقوله. هنا شوف، هنا خصنا نعرفوا ان الشعب التونسي ضد هذا الشيء. حنا عارفين ان الشعب التونسي مع المغاربه، الشعب التونسي ما عاجبوش هذا الشيء اللي كيدير هذا المبرص هذا المكلخ هذا، راه ديهم الهاويه. دابا هاد التجاري وفا بونك غادي تنسحب،
تخلي لهم مشاكل في تونس، ها شركات مغربيه غادي تنسحب، المنتوجات التونسيه خصنا نقاطعوها، وغادي نديروا فيديو فين غادي نبينوا شكون هما المنتوجات التونسيه، خص حتى شي واحد ما يشريهم، باش غادي نردوا هاد الناس للحدود ديالهم. وقف عند حدك. اجيو نشوفوا هنا اش قال الشعب التونسي على هذا الشيء. واحد التونسي هنا قال لهم استعدوا لمواجهه المغرب، قال لي المغرب ماشي شي واحد ضعيف لا سياسيا لا اعلاميا لا دبلوماسيا، قال لي راه غادي يحرتوك يحرتوك. سمع سمع. أبر وأنه هذا خطا وقعت فيه تونس، وعلى تونس ان تتدارك الامر، وكاننا باش ما نحسوش احنا، لان المغاربه نقولوها بصراحه احنا فهمتني عندهم زوز ماكينات رهيبه جدا، ماكينه دبلوماسيه وماكينه اعلاميه، ونعرفوا احنا الماكينه الاعلاميه شكون يحرك فيها، اللوبيات اللي تحرك فيها في المغرب، ونعرفوا زاده وان الدبلوماسيه وقت اللي دخلت المغرب لافريقيا اسمح لي غادي نقاطعك، غادي نعاودوها مازال نعاودها لكم تسمعوها من جديد كامله. المغرب قوي من جميع النواحي، قوي عليكم، ماشي كنقولوا حنا قوي، حنا كنقول لكم حنا لسنا جنة لكن افضل من الكراغيله واصحاب الهريسه. المغرب فاش 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 الكاف انسحبتوا في كاس افريقيا والكاف بغات تقصيكم، نسيتوا ان القجع هو اللي وقف معكم. القجع قال لهم الا قصيتوا تونس غادي ننسحبوا، المغرب غادي ينسحب. الكاف قالت لهم صاف، ما عاقبتهم حتى شي حاجه. تصور ان منتخب غادي ينسحب في كاس افريقيا، ينسحب ما كملش الماتش ديالو، كيقول لي الحكم الرابع دخلوا تكملوا داكشي اللي بقى، كيقول لهم لا بغينا ننسحب، يعني العقوبه راه 6000%. القجع عاونهم حتى ما تعاقبوش، خرجوا في بلاطويات ديالهم، كيقول لك دوك المحللين ديالهم قالوا لك الا كان معك القجع ما تخاف من والو، الا كان معك القجع ما تخاف من والو. شوف كيفاش وقفنا معاهم في جميع فين ما درتي تلقانا وقفنا معاهم. اما ولاد الكلاب خليهم يتقصاو، القجع يزيد يبرك عليهم، يتقصاو توقف لي دورتين و500 الف دولار كعقوبه، برك على الزمر يمشي بحال. شوف كيفاش كنا كنوقفوا معاهم. كما قال انت سمع اش قال، قال لي راه عنده قوه غريبه. تعتبر انه هذا خطا وقعت فيه تونس، وعلى تونس ان تتدارك الامر، وكاننا باش ما نحسوش احنا، لان المغاربه نقولوها بصراحه احنا فهمتني عندهم زوز ماكينات رهيبه جدا، ماكينه دبلوماسيه وماكينه اعلاميه، ونعرفوا احنا الماكينه الاعلاميه شكون يحرك فيها، اللوبيات اللي تحرك فيها في المغرب، ونعرفوا زاده وان الدبلوماسيه وقت اللي دخلت المغرب لافريقيا تقريبا فما برشا مواقع اللي افتكتها في افريقيا وسيرفع لهنا ادرى بالمساله مني انا، افتكتها افتكاكا من الجزائر ومن الدول اللي هي تناصر في أنا آخر نعطيك آخر رقم، يعني فما 36 دولة فقط في العالم كلها معترفة بهذه الجمهورية العربية الصحراوية، حتى فما دول أفريقية كانت معترفة بها سحبت الاعتراف متاعها، احنا ما عندناش معها علاقات، نعرف أوسي منصف موجود وسي رفع موجودين، ربما هم يأكدوا المعلومة هذه متاعي أنا، هل أنه دولة احنا ما عندناش بها علاقات يستقبل رئيسها من طرف رئيس الدولة؟ ما عندناش ذاك الاستقبال، انتم استقبلتوا الرابعه ديال اللحم، ما عرفتي تمشى، قال لك رئيس دول قال لك يطلب بحقوق، ما عرفتي تمشى واستقبلتوه، راه ماشي استقبال، ماشي حبا في سواد عينه، ولا انتم بغيتوا لهم الخير، ولا بغيتوا لهم هذا وهذا، مصالحكم مع الجزائر، الغاز بثمن بخس صاف، هادشي اللي كاين، الغاز بثمن بخس، بعثوا ريوسكم كان عليكم بدلوا اللوغو ديال تونس، ديك النجمه وهذا، ها اللوغو اللي ديروا، هذا هو اللوغو اللي خصكم ديروا، ديال عطينا شي حاجه حنا معاك، هذا هو اللوغو، هذا هو الدرابو ديالكم، هذا هي العلم ديالكم، هذا هي الرايه ديالكم، ديال عطينا وحنا معاك. دابا عطاتكم الغاز تبعتوها، اي نعترفوا بهذه نعترفوا بها بيضة مثلا، هذه دابا شدوا الفلوس يقولوا بيضة، كنعترفوا كنطالبوا ان هذه تسمى اللون الابيض. الله يهديكم اصحاب الهريسه الله يهديكم، انا كنهضر على الحكومه ديالكم، اما الشعب مع احتراماتي للشعب التونسي، لكن الحكومه ديالكم ما خلاتناش اننا نحترموا تونس. ودابا عاد غادي تفرجوا المغرب راه ماشي اول مره غادي يخلي دوله انها تركع على ركابها. المانيا وليست الجزائر او تونس عادت الى صف المغرب،
إسبانيا، وما أدرك ما إسبانيا، ليست الجزائر أو تونس، عادت لصف المغرب. فرنسا ستعود إلى صف المغرب، وحنا عارفين الضغط ديال المغرب. المغرب ليست دولة ضعيفة، بل دولة تحترم ما كان يسمى بالأشقاء. أنا اللي كان ما كان أعترفش بيهم، الأشقاء اللي خدموا معنا مزيان، معنا إسبانيا مزيان أشقاء ديالنا، معنا ألمانيا مزيانة أشقاء ديالنا. كيقولك لا تطبيع، نطبعوا مع إسرائيل، وما نطبعوش معكم أنتم. راه لقينا الخير في إسرائيل، إسرائيل لقينا فيها الخير، ما لقيناش فيكم أنتم. اللي كتقولوا إشقائنا العروبة، ويل إيسل، حنا مسلمين، حنا مسلمين، سنظل دولة إسلامية، لكن ما يسمى بالعروبة ما هي ربما كلمة كيتخباو من موراها باش يقضيو فينا الغرض. وشفناهم كيفاش توحدوا دولة ونص دولة، الكراغلة أكلي لحم الحامير مع شبر، مع شبر وعشرة الناس توحدوا ضد المغرب. المغرب ما طلب منكم والو، طلب منكم غير تعطيو تخلي ما تقيسوش، يبعدوا ليه من الوحدة الترابية. راه ماشي كنطلبوا منكم شي حاجة، ولا صدروا لنا ما تصدروا لنا التلعبة، ما تعطيونا والو، بعدوا لنا غير من الوحدة الترابية كما حنا بعدنا لكم من الوحدة الترابية ديالكم. حتى واحد زائد واحد جوج. لكن المغرب دابا عاد غادي يبين، يكشر على الانياب ديالو كما قلت، التجاري وفا بونكرا غادي تنسحب من تونس وتخلي لهم واحد الروينه تما، مناصب شغل غادي تجري كاع على دوك الموظفين ديالها. الاقتصاد اللي كانت كتنعشو، واخا راه جاد المبرز ضرب كلشي في الزيرو، في داك الاقتصاد تنعس، التجاري كانت من الشركات، والدليل على هذا هي انها حازت على افضل بنك في تونس لخامس مره، خمس سنين وهي كتحصل على افضل بنك. اش كيدل هادشي؟ كيدل انها خدامه في الاقتصاد ديال تونس، يعني كتعطي الكثير لتونس، لكن تونس كتشوف غير فين ضر المغرب. اذا وصلنا اخر هذا الفيديو الاخوان، اللي بغى يفعل لاشين ديالو، اللي بغى يخدم على راسو في يوتيوب، الرقم ديال الواتساب ديالنا اسفل من هذا الفيديو، يتواصل معنا وحنا غادي نمشيو معاه خطوه بخطوه حتى تفعل ليه لاشين ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. بغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير، اش بان لكم في هذا شبروا 10 الناس. انا حتى ما كنهضرش على الشعب ديالهم، كنحترموه، كنهضروا على هذه الحكومه ديالهم اللي تبعت باعت راسها من اجل الغاز. وصلنا اخر هذا الفيديو، السلام عليكم.